قم بتبسيط العبارة التالية باستخدام الأسس النسبية. لدينا الجذر التربيعي لكل هذا وهو يساوي 64 A للقوة 6، B للقوة 3، C للقوة 9، الكل مرفوع للقوة ثلث، وهاتان العبارتان متساويتان بحسب التعريف. وإذا استخرجنا ناتج أجزاء معينة منها وقمنا برفعها لقوة معينة، فهذا يعادل رفع كل الأعداد التي قمنا باستخراج ناتجها إلى قوة معينة ثم نضربها. إذن هذا يساوي 64 الكل للقوة ثلث ضرب A للقوة 6 للقوة ثلث ضرب B للقوة 3 الكل للقوة ثلث ضرب C للقوة 9 الكل للقوة ثلث. وقد سبق ورأينا هذا في عدة أمثلة سابقة. حسنا، دعونا أولا نحاول تبسيط هذه، وأعتقد أنك تدرك هذا بلا شك. يمكن أن نحلل 64 إلى عواملها. حسنا، لن أقوم بذلك بالتفصيل، فأنا أعلم أنها عبارة عن 4 للقوة 3 ويمكنك التحقق من هذا بنفسك، وأنا أحثك على هذا. إذا لم تكن مدركا أن 64 عبارة عن 4 للقوة 3، قم بضربها لإثبات ذلك، أو قم بتحليلها إلى عواملها الأولية. ما ستقوم بفعله هو، حسنا دعوني أريكم ذلك، إذا قمت بالتحليل إلى العوامل الأولية فستحصل على 2 ضرب 32، 32 إذن لدينا 2 ضرب 16، 16 عبارة عن 2 ضرب 8، 8 عبارة عن 2 ضرب 4، 4 عبارة عن 2 ضرب 2، إذن سنحصل على 2 مضروبة بنفسها 6 مرات، إذا 2 مضروبة بنفسها 6 مرات، و2 ضرب 2 عبارة عن 4، إذا 4 أيضا مكررة 3 مرات. إذا لم تدرك هذا بسرعة، هي عبارة عن 4 للقوة 3، ويمكنك أن تقوم بالتحليل إلى العوامل الأساسية وترى أنك ستحصل على 2 6 مرات، ويمكن أن تكتبها بصورة 2 للقوة 6 أو 4 للقوة 3. إذا سأدعكم تفكروا في هذا قليلا، لكن هذه تبسط إلى 64 إلى 4 للقوة 3 الكل مرفوع للقوة ثلث، وهذا يساوي، دعوني أكتبه بهذه الطريقة حيث ستكون أكثر متعة. إذا 4 للقوة 3، فإذا كان لدي 4 للقوة 3 الكل مرفوع للقوة ثلث وأردت أن أعيد كتابة العبارة هنا، فستكون 4 للقوة 3 على 3 حيث قمت بضرب 3 ضرب ثلث، ثم لدي الآن A للقوة 6 مرفوعة للقوة ثلث، يكون ناتجها A للقوة 6 ضرب ثلث أو A للقوة 6 على 3، ثم لدينا B للقوة 3 الكل مرفوع القوة ثلث يكون ناتجها، حسنا يمكننا ضرب الأسس هنا، إذا لدينا B للقوة 3 على 3، وأخيرا لدينا C للقوة 9 الكل مرفوع للقوة ثلث وتساوي C للقوة 9 على 3. وإذا قمنا بتبسيط أول عبارة 4 للقوة 3 على 3 فهي تساوي 4 للقوة 1 ويساوي 4، ولدينا A للقوة 6 على 3، 6 على 3 يساوي 2 إذن تساوي A تربيع، B للقوة 3 على 3 تساوي B للقوة 1 أي B، وأخيرا لدينا C للقوة 9 على 3 وتساوي C للقوة 3، سأكتب C للقوة 3 هنا وانتهينا.